أه، الاسباب ديال الادمان هو الادمان عموما ما كيعرفش يعني سن معين كاين الادمان ديال البالغين الراشدين وكاين الادمان ديال المراهقين والاطفال. في كثير من الاحيان كنهضروا على الادمان ديال المراهقين وخاصه ملي كنهضروا على المراهق ديال عشر سنه فما فوق وهذا امر ماشي دائما صحيح لانه بالفعل داخل المجتمع المغربي وحتى باقي المجتمعات ولينا كنشوفوا ادمانات على المخدرات لان كاين حتى الادمانات السلوكيه اللي هي ايضا اصبحت منتشره منها العاب الفيديو والالعاب الالكترونيه ولكن الادمان على المخدرات ايضا اصبح في المراهقين اللي باقين في سن صغيرة واللي الله غادي يبداو يعني ي... 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 بالغول ولا في سن الرشد، وهذا الامر هذا يعزو بطبيعه الحال لجوج ديال الامور الاساسيه اللي هو انتشار المخدرات في الاوساط المدرسيه، ويعني جوار المدارس وابواب المدارس، وكاين حتى استهداف ديال الاطفال، يعني من طرف هذا اللي كيروجوا هذه المخدرات، وهنا كانت وزاره الداخليه المغربيه اعلنت في واحد الفتره حمايه المدارس والمؤسسات وخاصه الاعداديات والثانويات من الناس. اللي كيكونوا بجوار هذه المؤسسه التعليميه كيبيعوا يعني حتى المقاربه الامنيه حتى آه حاضره وكتبين على انه بالفعل هناك تهديد لهذه الفئات العمريه واستهدافهم يعني بواحد الانواع ديال المخدرات اللي اصبحت اليوم اكثر شيوعا وسط الاطفال ولا المراهقين هي المخدرات الكيميائيه الصنع هي المخدرات اللي آه قد يظهر بانها آه بسيطه في الاستعمال ديالها ولا آه في ان غير حبه ياخذها هذاك المراهق افضل من انه غادي يمشي مثلا وغادي مثلا حشيش الحشيش وغتبقى فيه الريحه وغادي يكون فيه واحد الآثار اللي ممكن حتى الوالدين يكتشفوه عكس واحد الماده اللي غادي يستهلكها مثلا بجغمه ديال الماء ولا هذا وبالتالي غادي تعطيه واحد الآثار الا ان هذه المخدرات الصناعيه ولا كيميائيه الصنع هي مخدرات اللي خطيره جدا الخطوره ديالها كتسم حتى على مستوى الاعراض اللي ممكن تعطيها لهذاك المراهق في الحين، وأيضاً الـ الـ يعني الـ, الـ, الـ الآثار ديالها ذو المدى المتوسط والبعيد اللي كيخلي في كثير من الأحيان أنه ممكن تخلي هاد المراهقين اللي هما واحد البنيات النفسية اللي في طور التكوين وفي طور النمو، أنها تخليه يعني يمشي في الاتجاه ديال الاضطرابات العقلية الدهانية واللي أصبحت بالفعل أكثر انتشاراً من دي قبل بسبب الإدمان على المخدرات متعاطي المخدرات تأثير ديال هذه المخدرات الكيميائيه الصنع هو تاثير مختلف تماما على المخدرات الطبيعيه او بين قوسين الطبيعيه اللي معروفه في في المجتمع المغربي من القنب الهندي الحشيش الكيف الى غيرها من المخدرات اللي كيكون المصدر ديالها اللي هو الطبيعه اللي هي عباره عن نباتات اللي تعدل بطريقه معينه وتصبح بالفعل مخدره هذه المخدرات اللي بغينا نقولوا ديال الجيل الجديد اللي هي مخدرات كيميائيه التاثير ديالها كيكون سريع جدا لأنها هي تحتوي على واحد المواد اللي هي مصنعه كيميائيه فالتاثير ديالها على مستوى الجهاز العصبي كيكون مباشر وسريع وكتعطي اعراض اللي ممكن تخلي الانسان يدخل ويخرج في الهضره يسمع اصوات يتخيل خيالات وتخيلات ممكن حتى انه ي... يعني يصبح بالفعل لا ينتمي الى الواقع ولا المحيط اللي هو فيه يعني ما غيبقاش جالس معنا الان غادي يمشي بالفكر ديالو بالدهن ديالو لواحد المستوى اخر واحد العالم اخر وهذا هو اللي يشكل بالفعل تهديد كبير على الصحه العقليه ديال هذا الانسان وكيف ما قلت بما انه هو مراهق يعني واحد البنيه النفسيه اللي هشه وباقي صغير في السن، فالتاثير ديالو كيكون اكثر بكثير اللي غادي يكون عند الانسان الكبير، والاخطر ملي كندخلو في دائره الادمان، هو انه المدمن دائما كيبقى يبحث على تلك الرغبه ولا تلك المتعه اللي حصل عليها المره الاولى باش تستعمل هذاك المخدر، وبالتالي حتى الكميه ديال المخدر كتبقى غاده وكترتفع، وارتفاع هذاك المخدر كيعطي اعراض اقوى من الاعراض الاولى، فبالتالي كيوصل الانسان لا قدر الله لفقدان قدراته العقليه بشكل كلي ولو ان ليفي او الاثر ديال هذاك المخدر ما بقاش يعني واخا ما بقاش دابا كيستعمل ولا هذا ولكن عطاته واحد واحد الاعراض اللي ممكن تبقى مدى الحياه وهاد الامراض اللي هي مزمنه وعلى راسها الفصام او السكيزوفرينيا لواحد واحد العدد كبير اليوم من آه يعني المراهقين 16 15 سنه ولينا كنشوفوهم بانهم دخلوا في اعراض ديال الفصام اللي كانت ناتجه بشكل اساسي على استهلاك مخدر مخدرات قويه كيميائيه كيميائيه الصنع